طبعا كفائدة انه نحن المنصة هذه بتبين لنا الباحثين الموجودين داخل دولة الإمارات وموزعين على المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وأيضا موجودين حتى لو موجودين من ضمن مراكز البحوث الموجودة ضمن القطاع الخاص. فهؤلاء الباحثين سواء نشر بحث أو سواء كتب شابتر في كتاب أو نشر ريفيو ارتكل اللي هو بيكتب عن 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 مقالة علمية، كل النشاطات العلمية هذه كلها موجودة في من قبل أكثر من 4000 باحث موجودين على مستوى الدولة موزعين على 42 مؤسسة. طبعا لما نقول مؤسسة نذكر منها كل المؤسسات طبعا، وهنا مفصصين نحن إلى جامعات وإلى مستشفيات وإلى مراكز رعاية صحية أولية وإلى آخره، وموزعين على الأساس. ومجموع البحوث كثيرة في أكثر من 40,000 بحث موجود موزعين. وطبعا هذا بيكون مفيد بالنسبة للباحثين، بيتعرفوا على بعض، بيعرفوا مين اللي بيشتغل في شيء معين وموجودين وين، فهم بهالطريقة ممكن هم يعني يتعرفوا مع بعض أكثر وأكثر. في نفس الوقت الناس اللي بيشتغلوا نفس البحث في المؤسسات والأماكن المختلفة راح يصير بينهم تعاون، يعني هذا بيزيد التعاون بينهم.